باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. سفر الخروج لموسى النبي اصحاح 24 بركاته فلتكن معنا امين. وقال الرب لموسى اصعد الى الرب انت وهارون وناداب وابيه وسبعون من شيوخ اسرائيل واسجدوا من بعيد. ويقترب موسى وحده الى الرب وهم لا يقتربون، اما الشعب فلا يصعد معه. فجاء موسى وحدث الشعب بجميع اقوال الرب وجميع الاحكام، فاجاب جميع الشعب بصوت واحد وقالوا كل الاقوال التي تكلم بها الرب نفعل. فكتب موسى جميع اقوال الرب، وبكر في الصباح وبنى مذبحا في اسفل الجبل واثنى عشر عمودا لاصباط اسرائيل الاثنى عشر، وارسل فتيان بني اسرائيل فاصعدوا محرقات وذبحوا ذبايح سلامة للرب من الثيران. فأخذ موسى نص الدم ووضعه في الطصوص، ونص الدم رشه على المذبح، وأخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب. فقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له. وأخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال هوذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال. ثم صعد موسى وهارون ونداب وأبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل، ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة، ولكنه لم يمد يده الى اشراف بني اسرائيل فرأوا الله واكلوا وشربوا. وقال الرب لموسى اصعد الي الى الجبل وكن هناك فاعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمه. فقام موسى ويشوع خادمه وصعد موسى الى جبل الله. اما الشيوخ فقال لهم اجلسوا لنا هنا حتى نرجع اليكم، وهوذا هارون وحور معكم، فمن كان صاحب دعوة فليتقدم اليهما. فصعد موسى الى الجبل فغطى السحاب الجبل، وحل مجد الرب على جبل سيناء وغطاه السحاب ستة ايام. وفي اليوم السابع دعي موسى من وسط السحاب، وكان منظر مجد الرب كنار آكلة على رأس الجبل أمام عيون بني إسرائيل. ودخل موسى في وسط السحاب وصعد إلى الجبل، وكان موسى في الجبل 40 نهارا و40 ليلة، والسبح لإلهنا دائما أبديا آمين. الصوم والصلاة رفع إلي إلى السماء، وكانوا سبب من الأسباب التي هيت إلي لأن النعمة ترفعه إلى السماء. والنهاردة الصوم والصلاة كانوا بالنسبة لموسى عبارة عن دافع لأخذ الوصية والشريعة، حتى اخذ الناموس المكتوب باصبع الله. لكن يا احبائي نلاحظ الناموس في جبل الله عشان نفهم الموضوع كله. في مزمور كتبه داود النبي، عارفين بيقول ايه؟ من يصعد الى جبل الرب الا الساعة
سالك بلا عيب. انا هسيب بقى الكلام وامسك الحته دي. السالك مين فينا سالك بلا عيب؟ يبقى مفيش حد يقدر يطلع الى جبل ايه؟ جبل الله. كيف نطلع الى السماء؟ إليه ركزنا عن عمل النعمة في الضعف. النهاردة حنركز ازاي الله يقبلنا، ازاي نتواجد في حضرة الله رغم ان الله في طبيعته نار آكلة. وانتوا عارفين النار الآكلة ما عندهاش يا اما ارحميني، مفيش ابدا نار تاكل، ومش بتاكل الخشب، لا دي مولعة فين؟ مولعة في الجبل، مولعة في الحجارة. يبص كده يلاقي الحجارة مدخنة، ولون الحجارة لونها ايه؟ احمر، عامل زي كل حجر عامل زي الجمر. حجارة مولعة، نار اكلة، لدرجة ان حتى موسى اللي ربنا دعاه وهو صاعد يقول اني مرتعب ومرتعب. نفس الصورة اذا حبينا نترجمها لكلام يقول له داود ان اخذت بالخطايا والاثام من يستطيع يا رب ان يقف. نحط آية تاني، امامك كل فم يستد. نحط آية تالتة، تغلب متى حكمت. يعني لو انت هتحاكمني اعتبر انك انت ايه؟ الغالب. يعني انا مش محتاج لمحاكمة عشان تيجي تقول لي تعالى حكمك، لا، بدل ما تحاكمني ارميني في جهنم على طول لانك انت الغالب. نحط آية تالتة، دانيال لما يقول له لك يا رب البر ولنا نحن خزي الوجوه. انت ليك البر واحنا لنا ايه؟ خزي الوجوه، يعني وش مغزي. وحتى داود لما بيكلمه في آية اخرى يقول له مثل عيون العبيد الى ايدي مواليهم. ما اقدرش احط وشي في وشك، يا دوب ارفع عيني لغاية ايديك. ومثل عيني العبد او الآمة الى يد ايه؟ سيدتها. هكذا يا احبائي الصورة الرهيبة، الله القدوس الذي لا يستطيع احد ان يصعد الى جبله الا الذي بلا عيب، ولا يوجد انسان بلا عيب، فكيف نصعد؟ ده السؤال، كيف نصعد؟ شوف المفتاح. قال الرب لموسى، نعم يا رب، قال له اطلع انت وهارون ومين؟ وابي نداب ومن تاني، وابيه ومن تاني، وسبعين شيخ. ولاحظ ان هو بيقول له اصعد انت وفلان وفلان وفلان، في اتنين ما ذكرهمش، يشوع ابن نون وحور، ودول نعرفهم من وسط الكلام بعد كده. وليه ما ذكرهمش؟ هل الروح القدس نسيهم؟ لا، ده الروح القدس عايز يرسم لنا صورة للوصول لله، عايز يوصل يرسم لنا صورة ازاي نتعامل. ان احنا هو بيقول ان ناموس يقضي على كل واحد، لكن احنا هنشوف الصورة دي اللي محطوطة، نقدر لما نشوف الصورة نغني ونقول اكملت ناموسك عني، يعني انا في عيوب وانت سددت كل ايه؟ كل العيوب. وانا في المسيح يسوع اقدر اصعد لان المسيح بلا عيب، وانا لبست المسيح فاقدر اصعد بلا عيب رغم ان انا كلي عيوب. اصعد انت. انت مين؟ موسى. كلمة موسى معناها ايه؟ المنتشل من الماء، الصاعد من الماء. شوفوا، المنتشل من الماء، وكأن بيعين لنا الشخصية اللي عن طريقها هنقدر نوصل. ويقول له خلي الشعب تحت،
محدش يقرب. وقبل الصعود قال لهم ربنا بيقول لكم تسمع الوصايا، قالوا كل ما يقوله الرب اياه نفع، وكلام كله ايه؟ كدب في كدب. قبل ما هينزل موسى في نهاية الاربعين يوم مش لقى الشعب ده، لقى هارون نفسه واللي معاه اللي هم في وسط الجبل نزلوا للشعب وعملوا العجل وابتدوا يعبدوه، يعني كسروا كل الوصايا. والله بينه وبينهم عهد، والعهد مبني على دم، ذبح ذبيحة وخد نص الدم حطه في الطصوص. الطصوص يعني الطشت، جت منها كلمة طاسة. طاسة يعني اللي هي بالضبط الاروان، عارفين الاروان اللي بينقلوا فيها الطين اللي هي دي اسمها طاس. الطصوص حطوا في الطصوص دي اللي هما بيحطوا فيها الدم، والنص الدم حطوا على المذبح، والنص التاني رش به الشعب. وكأن المذبح يمثل الله، ده طرف في العهد والشعب ايه؟ الطرف التاني، ده اتحط عليه دم وده اتحط عليه دم، واللي يخالف يستحق الموت. والله كطرف اول امين وعمره ما هيخالف، هيوفي بوعوده بالكامل، لكن المصيبة في الطرف التاني. الطرف التاني ملوش كلمة، يقول كلمة ويرجع فيها وينساها ويكسرها. وصار العهد بالنسبة للإنسان ضد الإنسان، عشان كده الكتاب يقول اللي يحط نفسه تحت الناموس يحط نفسه تحت ايه؟ تحت لعنة. لعنة ليه؟ هل الناموس لعنة؟ لا حاشا، الناموس ده عهد بين الله وبين الإنسان. بس ما دام العهد بين الله وبين الإنسان زي بالضبط، عارفين ايه؟ زي شيك عليك، طول ما الشيك موجود انت ايه؟ انت مدان. وانت الشيك ما يبقالوش قيمة لو انت عندك تقدر تدفع، لكن انت ما عندكش تقدر تدفع يبقى الشيك هيدخلك السجن. محتاج لواحد يسدد الشيك، والمدام يسدد الشيك يقطع الصك المكتوب. عشان كده يقول في رسالة كولوسي يقول لك ومحى الصك المكتوب بايه؟ مسمرا اياه على الصليب. الصك المكتوب علينا اتقطع بتسمير المسيح على الصليب، اي بدفع الثمن. وهنا نجد يا احبائي شخصية، كأنه بيقدم لنا شخصية المخلص، ويقدمها في اربع اسماء. الاسم الاولاني موسى، يعني منتشل من الماء. طب والاسم الثاني هارون، معناها ايه؟ معناها رجل. كلمة هارون معناها رجل، وكلمة رجل دي ليها معنى، معناها الرجل. فاكرين اول مزمور يقول لك طوبى للرجل، مش طوبى لرجل، ما رجل يعني اي رجل، لكن الرجل بالالف واللاء، يعني فيه راجل واحد بس، فيه راجل واحد بس ما فيش غيره. فاكرين يسوع لما مسكوا بيلاطس وجلدوا وطلعوا للكهنة واليهود قال لهم ايه؟ قال لهم هو ذا الرجل، هو ذا الرجل انا جلدته وهطلقه، رغم انه ليس له، لم يفعل علة او شيء يستحق عليه، لكن جلدته كأنه ظلم. هو ذا الرجل، قالوا له لو اطلقته مش هتبقى محب لقيصر، زنقوه، يعني ده ضد قيصر وانت مش محب لقيصر. طب اعمل لكم ايه بيه؟ خاف على نفسه بقى، لان الكلمة دي لو وصلت لقيصر ان واحد ضد قيصر واطلقوا بيلاطس يبقى بيلاطس متهاون وخاين. قال لهم لا، مصلحتي اهم، انتوا حرين، انتوا هو. طب اعمل لكم ايه؟ قالوا اصلبوا. غسل ايديه وقال لهم يصلب. رجل رفقتي،
رجل الرفقة، ده الرجل المنتشل من الماء، منتشل من الماء، صعد من المية، ما عرفناه شيء الا لما طلع من المية. حتى يوحنا المعمدان بيقول وانا لم اكن اعرف، انا ما كنتش اعرف، لكن اللي بعتني، وكلمة ما كنتش اعرفه يعني مش كان يعرفه ان يسوع، لا يعرف يسوع لكن ما يعرفش ان يسوع ده ابن الله، يعرف ان يسوع ده انسان طيب وكويس وليه مستقبل. وامه طبعا حكت له قالت له يا ابني ده امه لما كان في بطنها وجات زارتني وانت في بطني، اول ما انت دخلت ارتقطت في بطني، ومعروف يسوع عن اخلاقه وسلوكه والناس كلها بتشهد له. عشان كده يوحنا وهو بيعمد معمودية التوبة لما جاله يسوع وقال له، قال له طب انا بعمد الغلطانين وانت كل اللي اسمعوا عليك انك ما عملتش غلطة، ده انا جنبك غلطان، ده المفروض انت اللي ايه اللي تعمدني لان انا انسان محتد، لان يوحنا طبيعته نرفز عصبي برية. هيرودس لا يحق لك، مش حد، واليهود كانوا فرحانين بيه على فكرة، كانوا بيحبوه لان اليهود يحبوا الشخصية ايه القوي، لكن ده لا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته، وقصبة مردودة لا يقصف، وفتيل مدكنة لا يطفئ. فهنا لما بيجي يقول له ايه، انا جنبك نرفز، انا جنبك عصبي، ده انت المفروض عشان عصبية تتعمدني عشان اهدى. فقال له اسمح الان. الله لما بعت يوحنا طبعا بلا شك في البرية، قال له، قال له انت وظيفتك انك هتعد الطريق امام المسيح. وحتى الناس لما قالوا له طب بتعمد ليه ما دام انت مش المسيح، قال لهم انا صوت صارخ في البرية اعد طريق الرب. طب فين الرب؟ قال لهم انا معرفوش. طب ما دام ما تعرفوش وبتصرخ، قال لا الرب قال لي، قال لي هتعرفوا لما تشوف الروح القدس نازل، اللي هتشوف الروح القدس نازل عليك حمامة هو ده الرب. فهو قاعد منتظر يشوفه في مين، الناس جاية تتعمد كلها وده جاي. هو اعترض قال له لا انت طيب ما ينفعش، يعتمد الايه الخطايا اللي انت عملت عشان اعمدك عليها. طب ده كل واحد بيجي عشان كده، كانوا بيجوا معتمدين ايه، مقرين بخطاياهم. يعني مثلا انا اجي اروح اقول يوحنا معمدان انا سرقت وكذبت، يقول لي طب تعال اعمدك وما تعملش كده تاني، يروح معمدني ويقول يلا كده تتوب وترجع. واحد تاني يقول له انا قتلت، يقول له اوعى تعمل كده تاني، انا زنيت، يقول له اوعى تعمل كده تاني، انا عملت كده. كل واحد يقر بخطاياه ويعمل ايه، ويتعمد. طب جاي يسوع يتعمد، ايه الخطايا اللي عملتها؟ ما فتحش بقه، ومش ما فتحش بقه مش عايز يعترف. ده يوحنا سمع عن اخباره ان هو قال له طب هعمدك ازاي، دي معمودية التوب. قال له اسمح الان. وفي قلب الماء نزلت الروح القدس، نزل الروح القدس مثل حمامة على يسوع، والصوت قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر. هو ذا الرجل، هو ذا الرجل. فكلمة أبيه، كلمة هارون معناها رجل، كلمة موسى منتشل من الماء، يعني اللي منتشل من الماء هو ذا الرجل. طب أبيه يعني أبي هو، أو هو أبي، أصل المسيح جه عرفنا اسم جديد لله ما كناش نعرفه. عارفين في يوحنا 17 لما هنوصل له يقول له أيها الآب عرفتهم اسمك. طب اسم الله نعرفه قبل ما يجي يسوع، يهوى نعرفه قبل ما يجي يسوع، الاله نعرفه قبل ما يجي يسوع، ايل نعرفه قبل ما يجي يسوع، القادر نعرفه قبل ما يجي يسوع، القوي نعرفه قبل ما يجي يسوع، ايه تاني، الهيم، الشداي، اهيا، شرحية، أدناي، كل دي أسماء إيه؟ أسماء الله اللي بيعرفوها العبرانيين كله. طب إيه الاسم اللي انت عرفته ما كانوش يعرفوه اليهود؟ إن الله اسمه إيه؟ الآب، هو الأب. ما كناش نعرف إن الله ده هو أبونا، هو الآب. عشان كده اليهود كلهم لما يصلوا يقولوا يا سيد الرب، أدناي يعني أيها السيد، انت السيد واحنا العبيد.
لكن يسوع قال لنا متى صليتم فقولوا ابانا الذي ابوي ابوي اللي في السماء. وفي المسيح عرفنا ان هو ابوي ابي هو. اصل علشان تطلع وانت غلطان لازم يجي رجل ويدي لك ان يكون الله ابوك. وعشان يبقى الله ابوك لابد ان تولد من الله. لابد ان تولد من الله مش تتعلم. الموضوع مش تعليم. ما نقدموس جاي يقول له يا معلم نعلم انك اتيت معلما. معلم ونعلم ومعلم كله في ايه؟ تعليم. وناس كتيرة فيكم تيجي تقول لي عايز اتعلم، عايز اقرا في الكتاب المقدس، عايز اعرف. مش المعرفة، المعرفة تملى المخ. طب هما ليه؟ قال له ينبغي ان تولد ثانية، تتولد من جديد. وانا شيخ اروح لبطن امي؟ قال له شيخ ايه وبطن امك ايه؟ وامك عايشة؟ لا، اذا كنت انت شيخ يبقى امك ميتة، هتروح تتولد ازاي من بطنها؟ شيخ ايه؟ ولو كنت تتولد من بطن امك تاني كان يبقى المفروض الطفل نمرة اتنين يبقى كويس، صح ولا لا؟ لان ده طاني بطن. والطفل نمرة تلاتة احلى من اتنين، ونمرة اربعة احلى من كلهم. مادام مش الوالدة الاولى هو انت البكري؟ لا، تتولد من فوق، تتولد من الله. ان لم تولد من الماء والروح، ولادة من فوق منتشل من الماء يعني اتعمد وطلع، واحنا هنتعمد على اسم هذا الرجل. عشان كده في رسالة كولوسي يقول لك ايه؟ مدفونين معه في المعمودية. يعني وانت بتنزل في المعمودية بينزل معاك، بيندفن معاك. ولما تطلع من المعمودية كما دفنتم معه اقيمتم معه، وانت طالع برضو بيقوم معاك، يطلع معاك. فالروح القدس هيحل عليك زي ما حل عليه، بل هيحل فيك ويملاك. ابيه ومن تاني وناداب. كلمة نداب يعني منتدب، كلمة نداب يعني بديل، كلمة نداب يعني دوبلير. عارفين يعني ايه هو الدوبلير؟ الدوبلير ده اقل وظيفة في السينما. يقول لك البطل يظهر والدوبلير يعمل ايه؟ يتضرب. مفيش الا انه يتضرب، هو يتضرب عشان انتوا تظهروا امام الله، تبقوا نجوم لامعة، تبقوا كواكب. مش تبقوا كواكب، لا، تبقوا شموس يضيء الابرار كالشمس في ملكوت ابيهم. يضيء كالشمس في ملكوت ابيهم. حياتكم كلها تبقى شمس، تبقوا نور. ادي الاربعة اللي خدهم، وكأن في الاربعة دول بيورينا الصورة الاساسية للعمل بتاع المخلص. بعد ما قدم الذبايح وبعد ما قدم كله وطلع بيهم لفوق، يعني يقول لك صعد. اول ما صعدوا عملوا ايه؟ شافوا حاجة، شافوا رؤية. ايه اللي شافوه؟ الرؤية دي في نص الجبل مش في اخر الجبل. رأوا اله اسرائيل. مش شافوا الله، شافوه، شافوا مجده، يعني شبه نور من بعيد. وتحت رجليه شبه صنعة. كلمة صنعة يعني ايه؟ هنا في الترجمة مكتوبة صنعة، لكن في اللغة العبرية كورة، زي كورة، حاجة كده مكورة من العقيق الازرق كذات السماء. يعني ايه؟ يعني شافوا تحت رجليه السماء. لو يقول لك كذات السماء في ايه؟ في النقاوة. وده عايز يقول لك ما تتعبش نفسك. يعني ايه ما تعبش نفسي؟ يعني انت لو حاولت تصلح في نفسك عشان تنقي نفسك
هل هتبقى في نقاوة السماء؟ هل حد فيكم يوصل لدرجة ان يبقى في نقاوة السماء؟ حتى لو وصل وبقيت في نقاوة السماء، السماء عاملة ايه؟ تحت رجله. يعني ايه تحت رجله؟ يعني مش طاهرة، في نظر الله مش طاهرة. السماء ليست طاهرة امامه والى ملائكته ينسب حماقة. لا، وايوب يعلق بجملة حلوة بحبها الجملة دي، عارفين يقول ايه؟ بعد ما قال السماء مش طاهرة قدامه والى ملائكته ينسب في حماقة، عارفين يقول ايه؟ فكم وكم بسكان الطين. سكان الطين اللي هو مين؟ احنا مصر ساكنين في جسد مصنوع منين؟ من الطين. جسمك ده اساسا طين. وداود النبي يقول نفس الكلمة عن الجسد بتاعه، عارفين يقولهم ايه؟ نجيني من هذا الطين لكي لا اوحل. عارف كلمة يوحل؟ الوحل ده يعني الوحل ده بيبقى في المطر، لما تبقى الارض موحلة تمشي رجلك تعمل ايه؟ تغرب. فعشان تشيل رجلك فبتتكي على رجلك التانية، تروح خلع الاولى تكون التانية عملت ايه؟ غرزت. ادي الوحل، يعني تطلع من حفرة تقع في دحديرة، ادي كلمة لكي لا اوحل. بطلع من خطية اقع في خطية، اتوب من دي اقع في دي. ده اذا كنت بذاتك، اذا كنت بذاتك. عشان كده ربنا بيقول لهم انا هديكم الناموس، لكن الناموس حتى لو وصلكم لنقاوة السماء، السماء فين؟ تحت رجلي. وانا مش عايزكم تبقوا تحت رجلي، لان تحت الرجلين ده لها رمز صعب. يقول لك الذي يضع اعدائك تحت قدميك. لكن احنا يقول لنا من يغلب فساعطيه ان يجلس معي في عرشي، يقعد معاي. حيث اكون انا تكونون انتم. هو قاعد على العرش لما صعد للسماء، يقول رأيت عرش وعلى العرش ايه؟ وعلى العرش جالس. بس زي ما هو على العرش جالس، كنيسة العهد القديم والجديد برضو جالسين معاه. يقول لك رأيت 24 عرش وعليهم 24 شيخ او قسيس. كلمة قسيس يعني شيخ. وليه 24؟ لان كنيسة العهد القديم 12 سبط، وكنيسة العهد الجديد 12 رسول. وانتوا شفتوا ال 12 سبط، موسى قبل ما يطلع اقام كم عمود؟ 12 عمود على اسماء الاسباط. وكأن الرب يعلن على لسان موسى ان ممكن تطلع، ممكن، لكن الشعب خليهم تحت. واللي يقرب من غير المسيح، النفس التي تقترب تقتل قتلا. من غير ربنا اوعى تقرب، من غير يسوع ما تقربش. بيسوع قرب من له الابن. طب وما ملهوش الابن ويجي؟ مش ليس لو حب، بل يمكث عليه غضب الله. النار هتاكله، غضب النار هتاكله، غضب النار هتاكله. صعدوا هؤلاء ومعهم ايه؟ 70 شيخ اخرين. عايزين نقف شوية عند 70، لان 70 دي في الكتاب المقدس ليها رمز. يعني بني اسرائيل اول ما طلعوا من البحر الاحمر وصلوا حتة اسمها رافيديم، وبعدين وجدوا، واخد اللي بالكم؟ وجدوا ايه؟ وجدوا 12 عين مية و70 نخلة. خلوا بالكم، وجدوا ايه؟ 12 عين مية و70 نخلة. اللي بيسأل النخلة هي ايه؟ المية، العيون. تقروها في سفر الخروج في البداية. الرب لما بدأ يعين، عين الاول كام؟ 12. لا، عين 12، وكأن بيقول ال 12 دول
دول اللي هيكتبوا الكتاب المقدس، العيون، عيون المية، دول اللي هيعلنوا الايمان. لكن يرجع تاني يقولك ثم عين الرب ايه؟ 70 اخرين. وكأن الـ12 عين رمز لكلمة الله، والـ70 نخلة رمز للمؤمنين اللي قبلوا كلمة الله، عشان كده شبههم بالنخلة. والكتاب يقولك الصديق كالنخل يزهو. وليه ما قالش القديس؟ قال الصديق مش القديس. الصديق يعني ايه؟ يعني اللي صدق اقوال الله، اللي صدق اقوال الـ12، اللي صدق اقوال الـ12. النخل ده طلع منين؟ طلع من المية اللي جات من الـ12. كل نخلة قبلت المية وشربتها طلعت وبقت نخلة، لكن كل نقاية رفضت تاخد المية هتموت وتتدفن. يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ مين اللي صدق خبرنا ولمين استعلنت ذراع ربنا؟ عشان كده يا احبائي هنا لما بيجي يتكلم بيوضح، يبقى رقم 70 ده رمز ليه؟ رمز للمؤمنين. وكأن ربنا بيقول عينة المسيح وهو صاعد. اللي صدق اقوال الـ12. النخل ده طلع منين؟ طلع من المية اللي جات من الـ12. كل نخلة قبلت المية وشربتها طلعت وبقت نخلة، لكن كل نقاية رفضت تاخد المية هتموت وتتدفن. يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ مين اللي صدق خبرنا ولمين استعلنت ذراع ربنا؟ عشان كده يا احبائي هنا لما بيجي يتكلم بيوضح، يبقى رقم 70 ده رمز ليه؟ رمز للمؤمنين. وكأن ربنا بيقول عينة المسيح وهو صاعد بصورته منتشل من الماء، بصورة الرجل الوحيد الذي بلا خطية، بصورته اللي عرفنا الآب، بصورته النائب البديل عننا، اخذ الذي لنا واعطانا الذي له. خد الـ70، يعني خد كل القديسين، خد كل الصديقين. والنخلة بيشبهها بالصديق لان ليها عدة اسباب، من ضمن اسبابها ان النخلة قلبها ايه؟ ابيض. والمؤمنين المفروض قلبهم طوبة لانقياء القلب، لان كل مؤمن خد قلب نخلة. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي. يبقى اصبح هنا احباء وضحت، ابتدت الرؤية توضح. خد 70 من شيوخ اسرائيل ورأوا اله اسرائيل، وتحت رجليه صنعة. وكلمة صنعة لذيذة، لان صنعة دي نجيب آية تقدر توضحها، ما هم نقولش كلام من عندنا. هنا نقول صنعة، هنلاقي في الاخر ربنا يقولك ايه؟ ها انا صانع سماء جديدة وارضا جديدة يسكن فيها البر. يعني اذا الصنعة الاولانية ليه؟ انا عايز اسأل سؤال، ليه السماء مش نقية؟ حد يعرف؟ عشان الشيطان سقط فيها. الشيطان لما سقط، سقط فين؟ سقط في السماء فدنسها. وليه الارض مش نقية؟ لان الانسان سقط فيها. سقطة الشيطان دنست في نظر الله السماء. عارف لما حاجة تتكب كده، بقعة تتكب على حتة قماشة بيضة بتشيلها، لكن بعد ما بتشيلها بتسيب اثار، بقع، المكان ساب بقعة. عشان كده السماء الاولى والارض الاولى مضتا، ثم رأيت سماء جديدة وارض جديدة. عشان كده تبقوا عارفين. لا، ويحط حاجة ثالثة، البحر لا يوجد فيما بعد. طب والسماء فيها بحر؟ ما فيهاش بحر.
طب وين البحر اللي بيوجد فيه بعد؟ هو بيتكلم عن السماء والارض. اصل البحر ده هو اللي فرق الارض، هو اللي خلاها قارات. فكلمة البحر لا يوجد معه، يعني مش هيبقى فيه انفصال بيننا وبين ربنا، مش هيسيبنا ولا لحظة، هنبقى معاه على طول، هنشبع بيه على طول، هنشبع ببعض على طول، مفيش فراق، مفيش فراق. عشان كده يا احبائي كذات السماء تحت رجليه، فاذا كان ربنا منظر السماء يدوسه برجليه، طب منظر موسى واللي معاه ومنظر السبعين يعمل فيهم ايه؟ يحرقهم. لا، الكتاب يقول لك ايه؟ وكذات السماء في النقاوة، يعني شاف شبه صنعة من العقيق الازرق. خلوا بالكم الازرق ايه؟ الشفاف. يعني السماء دي زرقة ايه؟ شفافة، ما فيهاش عيب، بس ايه؟ تحت رجليه. ولكنه لم يمد يده الى اشراف بني اسرائيل، فرأى الله واكلوا وشربوا، ما مدش ايده عليهم. اذا كانت السماء تستاهل انك تدوسها برجليه، يبقى احنا نستاهل انك ايه؟ تحرقنا بنار. لكن ورغم كل ذلك ما مدش ايده علينا، لم يمد يده الى ايه؟ وكلمة اشراف اسرائيل يعني ايه؟ يعني احسن ما في اسرائيل، احسن ما فينا يستاهل الموت، وما مدش ايده علينا، بل ايه؟ اكلوا وشربوا. تعالوا شوفوا كده يوم خميس العهد يستاهلوا كلهم ايه؟ يستاهلوا الحرق. واحد هيسلمه والتاني هيشكوا فيه والباقيين هيسيبوه ويتخلوا عنه ولا هيسألوا فيه. المفروض كده. نفترض واحد في حضراتكم واصحابه حبايبه اللي واقفين معاه، واكتشف ان كلهم هيتخلوا عنه، واكتشفها قبل ما يقع. يمكن لو اكتشفها بعد ما وقع يقولك اه لو كنت اعرف قبليها ده انا كنت مسحتهم، لو كنت اعرف قبليها كنت مسحتهم. لكن ده اكتشفها قبل ما يقع، ومع ذلك ما مدش ايده عليهم ولا اذاهم، ولا مد ايده على يهوذا وشلوا، بل سمح لهم، سمح ليهوذا معاهم ان ياكل الفصح. وحتى بعد ما خرج يهوذا راح مقدم للباقيين العهد الجديد وقال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي، خذوا اشربوا هذا هو دمي. معقول بتأكل مين؟ بتأكل اللي هيتخلوا عنك؟ بتأكل؟ انا 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 حقيقي اتحدى ان واحد يجي هنا لابونا ولا يجي لسيدنا ويقول له انا عايز اتناول بس بشك في المسيح، هيقول له ممنوع من المناولة. صدقوني هيقول له ما دام انت شكك ممنوع. لكن هو بيقول لهم كلكم تشكوا وخدوا كل هذا هو جسدي. انا هداوي الشك، انا اللي هداوي الشك. ايه ده؟ هو ده الحب؟ هي دي الابوة؟ عدم امانتنا لا يبطل امانة الله يا احبائي. عدم امانتنا رأوا، ومع ذلك لم يمد يده على اشراف اسرائيل. يعني كان المفروض السماء تحت رجليه يدوسها، الشيطان سقط، طردوا برا، طردوا. ده الشيطان جاي يقول له انا اعلم انت مين، انت قدوس اسرائيل. شوف، تصور واحد يجي يقول له انت قدوس اسرائيل، عارف ربنا ما قالوش متشكر، قال له ايه؟ قال له اخرس واخرج. ويجي بطرس اللي هينكر يقول له انت المسيح ابن الله، يقول له طباك يا سمعان، انت من الان بطرس وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي. السماء داسة، البحر انتهروا، الشياطين انتهرهم، المرض
شخط فيه، زجر الحمى، لا امشي مش عايز اشوف وشك، بيقول للمرض اطلع مش عايز اشوف وشك. فتركتها الحمى، جريت هربت، عند رجليه خرجت الحمى زي ما بيقول حبقوق، عند رجليه خرجت الحمى. واحنا نضربه ونتف على وشه ونقلع هدومه ويغمروا عينيه ويدلوا بالقلم يلعبوه صلح ويفتحوا له عينيه يقولوا مين فينا اللي ضربك، اتنبأ. بس بدل ما يلعبوه صلح على ايده يلعبوه له على وشه بالقلم فوق وشه، وجنود رومان واقوياء وهو تعبان، وبيقولوا ضربوه بالعصاية على راسه عشان الشوك يعمل ايه، يغرز على الاخر، عشان اذا كان في شوك ما تنكتش من فوق يدخل. واستهزأوا بيه ويسجدوا له السلام يا ملك اليهود. ياه لو واحد فيكم اتعامل معاه ده وعنده مقدرة ان يمسحهم، ده كان نفخ فيهم حرقهم. وكل ذلك ظلم وتذلل ولم يفتح فاه. كان عامل زي ايه؟ شاه. لما تشوف واحد كده ما بيتحركش يقول لك ده عامل زي النعجة، ما بيتحركش، كشاة سيطة الى الذبح، وكنعجة صامتة امام جزيها، رغم انه هو ايه، هو الاسد الخارج من صد يهوذا. بكلمة واحدة يبيد العالم، لكن محبته، ولم يمد يده على اشراف اسرائيل، فرأوا الله واكلوا شربوا. على فكرة اللي كانوا شربوا دول هم اللي هينزلوا يعملوا ايه، يعملوا العجل. هو عارف ان احنا هنغلط. ينقل للنقطة التانية، وقال الرب لموسى اصعد الى الجبل. وكأن العمل اللي اتعمل في الاول هو عمل الخلاص، لكن بعد ما تمم الخلاص يسوع عمل ايه؟ صعد لوحده، ما خدش معاه ايه؟ التلاميذ. عشان كده لما نيجي نقول وقال اصعد الى الجبل، فيقول لك صعد ومعاه مين؟ يشوع ابن نون. كلمة يشوع معناها ايه؟ المخلص. يشوع او يسوع على فكرة كلمة واحدة، لان دايما اليهود ينطقوا السين شين، حتى موسى يقولوا ايه؟ موشى، موشى ديان. يمكن تسمعوا على كلمة موشى ديان، موسى هو اسمه موسى ديان، بس هم يقولك موشى ديان. فكلمة يسوع او يشوع الاثنين بمعنى واحد عشان تبقوا عارفين. فهنا بيقولك ايه؟ قال لموسى اصعد، لان هو هيسبقنا، مش بعد ما قام خدهم. عارفين لو بعد القيامة خدهم كان خد كم واحد؟ 120 نفس، صح ولا لا؟ كان خد 120 نفس، لكن هو عايز ياخد ملايين، وهما التلاميذ كانوا مفتكرين انه هيجي. لا، ده لما يتأخر ربنا، تأخير ربنا ده عشان يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. ولذلك موسى هيتأخر 40 نهار و40 ليلة. وادي الصوم رقم 2، خدنا اول يوم صوم إلي، وكان برضو ايه 40 يوم و40 ليلة، ودلوقتي خدنا صوم موسى 40 يوم و40 ليلة. وخلوا بالكم ان إلي قبل ما يمشي 40 يوم كال الرغيف الرطب، وبرضو موسى قبل ما يغيب 40 يوم عمل ايه؟ اكل هو وهم، رأوا اله اسرائيل وايه؟ واكلوا وشربوا. وكأني يقول ان صوم إلي، كأنه بيعلن لينا ان صوم إلي احبائي عن طريق الخبز، وصوم موسى عن طريق الخبز، والمسيح يقول انا هو ايه؟ خبز الحياة. يعني هم صاموا بيسوع. عشان كده لما قلت لحضراتكم في التجلي، رغم انه موسى صام نمرة واحد وإلي نمرة اثنين ويسوع نمرة ايه؟ ثلاثة، فهم حطوه نمرة واحد. السماء عملت ايه؟ رفضت، قالت لا، هذا هو ابن الحبيب. لان موسى من غير يسوع ما يقدرش يصوم، وإلي من غير يسوع ما يقدرش يصوم، لان ما قالش انهم صاموا 40 يوم، لا، قبل ما يصوموا عملوا ايه الاثنين؟ اكلوا.
اكلوا. ولذلك احنا اتعلمنا ان صومنا يكون مربوط بايه؟ بالاكل. بالاكل. يقولك اهو جاي الصيام يبقى لازم نعمل ايه؟ قداسات. وتلاقوا قداسات يوميا. ايه اشمعنى قداسات في الصيام؟ قالك هصوم ولما تصوم ايه؟ يعني اكل. هو صوم اكل ولا صوم انقطاع؟ الصوم انفصال واتصال، بنفصل عن الاكل الجسداني لكي اكل الاكل ايه؟ الروحاني. لان من ياكلني يحيا بي، من ياكلني يحيا بي. عشان كده ربنا دعا موسى وقال له يا موسى اصعد. فصعد موسى الى الجبل وخد معاه يشوع. وكلمة يشوع عشان تبقوا عارفين اصلي هيحصل حاجة، ربنا حرم موسى من دخول ارض المعاد. عارفين ليه؟ لا، عشان يعلمنا حاجة. هو صحيح غلط وضرب الصخرة، لكن ربنا عايز يعلمنا حاجة. اذا كان اللي جاب الناموس ما قدرش يدخل ارض المعاد، يبقى مين بالناموس يقدر يدخل السماء؟ صح ولا لا؟ اذا كان الاستاذ ما قدرش يحل المسألة، يبقى الطلبة هيحلوها ازاي؟ تنفع؟ انه طالب هيقدر يحلها. ده الاستاذ اللي هو موسى، استاذ الناموس، بيقولك مكتوب عني في ناموس مين؟ ناموس موسى. وموسى بالناموس ما دخلش. امال مين اللي دخل؟ يشوع. عشان كده لما ربنا قال لموسى اصعد، قال له اصعد بيشوع، وكأن يقول مش موسى اللي هيطلع، ده يسوع اللي هو هيطلع. عشان كده يشوع ما ظهرش في الاول، ظهر في الاخر. وكأن في موسى ان المسيح جه بعد موسى، لكن هو كان سابق لموسى. وجه بعد ابراهيم، ولكن كان سابق لابراهيم. عشان كده قال لهم الحق اقول لكم، قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. رغم ان هو لسه ما كملش 50 سنة على رأيهم، وابراهيم ميت له 2000 سنة. يعني شوف فينك وفين ابراهيم. قال له ابراهيم جه، انا جاي بعده. واللي وضح الحتة دي بطريقة عجيبة يوحنا المعمدان، قال الذي يأتي بعدي اعظم مني، لانه كان ايه؟ كان قبلي. هو في السن بعدية، لكن هو قبلية، هو ازلي، هو ازلي. عشان كده هنا نلاقي ظهر يشوع ما ظهرش في البداية معاهم، وكأن في ناموس موسى. يقول لك الناموس مؤدبنا الى مين؟ الى المسيح. يوصلنا الى مين؟ الى المسيح يا احباء. بعد كده موسى قال لهم اجلسوا انتم هنا. طيب انت هتسيبنا وتصعد؟ وانت القاضي بتاعنا؟ وانت اللي بتحل مشاكلنا؟ قال لا، ما انا سايب معك هارون الكاهن واحد تاني ظهر. مين ده؟ حور. الله، كلمة حور يعني ايه؟ جات منها كلمة الحواريون. عارفين كلمة حواري يعني ايه؟ يعني يحاور، يعني يناقش، يعني يجادل، يخدبكم، يعني يحامي. الحور رمز المحامي. وهو الرب يسوع يقول لك ارسل لكم، لما هصعد هظهر هرسل لكم ايه؟ معزيا اخر. ومعزي باراكليتوس معناها ايه؟ معناها محاور او محامي او شفيع، يشفع فينا بانات لا ينطق بها. وهيكون مع هارون، يعني الروح القدس هيكون مع الخدام. مش هسيبكم يتامى، انا بعت لكم الروح القدس يسكن فينا فيكم لغاية ما اجي واخدكم. الله قادر ان يعطينا نعمة ويعطينا بركة، ان يأتي ويأخذنا الى سمائه حتى نشبع فيه وبيه، له كل مجد وكرامة من الان والى الابد امين.